بعد أن كانت حجتها لاجتياح صنعاء ها هي ميليشيا الحوثي تفرض جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية فمنذ انقلابها على الدولة فرضت الميليشيا زيادات في أسعار الوقود كان آخرها تلك المعلنة قبل أيام حيث رفعت على السعر المتداول قرابة الألف ريال على العشرين لترا لكافة المشتقات النفطية وكانت شركة النفط الخاضعة لسيطرتها بصنعاء قد رفعت أسعار الوقود في وقت سابق وبلغ حينها سعر اللتر الواحد من ماده البترول 325 ريالا فيما وصل سعر اللتر من الديزل 375 ريالا الشركه بررت في بيان لها رفع اسعار المشتقات من جديد باجراءات وزاره الماليه في الحكومه الشرعيه والبنك المركزي في عدن اضافه الى ارتفاع البورصه العالميه وتعاني المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي من ازمه مستمره في المشتقات النفطيه بسبب فرضها للرسوم الجمركيه وفتح الاسواق السوداء. واواخر العام الماضي اكد تقرير صادر عن خبراء في الامم المتحده بشان الوضع في اليمن ان خمس شركات لاستيراد النفط تتبع قيادات في ميليشيا الحوثي وتعمل على استيراد النفط من الموانئ الايرانيه عبر فواتير وشركات مزيفه. وتستخدم الميليشيا ورقة المشتقات النفطية منذ انقلابها على الدولة لتعزيز قوامها الاقتصادي ورفض جبهات القتال التابعة لها بالأموال تحت ما يسمى بالمجهود الحربي حيث عملت على إغلاق المحطات الرسمية وعمدت إلى فتح أسواق سوداء تدار من قبل أتباع وموالين لها